السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين التي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لندخل في تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا. جريمة لن أسكت عنها، ويجب أن يكون ودم الشهيد في عنقي وأنا ولي الدم. اعتبرناه عزا حزانة. اريدها منك والله. اريدها منك سيدي. معيسة بقى بحياتك وشاف اخوي ودم يمي ان شاء الله، والقتلة سفر اللي بتكون. أغانيكم حزينة، يقولون أغانيكم حزينة، هو إحنا يا عم إيش بدي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع مشاهدينا سيكون عن الإفلات من العقاب في العراق، وهذه السياسة التي نمتها ورعتها ودعمتها حكومات الاحتلال ورسختها من المبادئ الأساسية في حكمها. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نود التنويه أن قناة الرافدين الفضائية ستنتقل أو انتقلت عفوا للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ 1/2/2022 هذا الشهر. سيتوقف البث بنظام SD اعتبارا من تاريخ 28 من شباط فبراير هذا الشهر. لذا لمن يواجه مشكلة بمشاهدة شاشة قناة الرافدين بصورة كاملة، يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية على التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، هو نفس تردد قناة الرافدين لم يتغير، وسيجد الشاشة كاملة والقناة بنظام بثها الجديد. مشاهدينا، الإفلات من العقاب سياسة وضعتها حكومات الاحتلال، رسختها، دعمتها. الميليشيات والأحزاب التي تحكم في العراق منذ 2003 لغاية اليوم جعلت هذا المبدأ، الإفلات من العقاب، هو السمة السائدة في العراق. لذلك لمن يستطيع أو لديه القدرة أو لديه الدعم والحصانة والحماية أن يرتكب جريمة، فهو يعلم جيدا أنه سينجو من العواقب وسينجو من العقاب، من المحاكمة، من الملاحقة القانونية، لأن الدولة ضعيفة أمام الميليشيات، ضعيفة أمام الأحزاب، ضعيفة أمام من لديه القوة، من لديه الحماية، من لديه الحصانة. الدولة على الفقير كما يقول المواطن العراقي. القانون يطبق على الضعيف وليس على القوي وليس على الحيتان وليس على الفاسدين أو المجرمين. حالة من الحالات نضعها نموذجا في هذه الحلقة، ضابط في وزارة الداخلية أو الدفاع عفوا، وهذا الضابط متهم بجرائم كثيرة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات كثيرة. هو جزء من منظومة كبيرة انتهكت حقوق الإنسان في العراق، مؤسسة حكومية وكذلك الميليشيات التي انتهكت الحقوق. لكن لدينا هذا النموذج الحكومي، الضابط هو عمر نزار، وطبعا ربما هذا الاسم مر على كثير من العراقيين، لكن لمن لا يعلم من هو عمر نزار وما هي قصة هذا الضابط، دعونا نشاهد مختصر من تقرير أعدته منظمة الإفلات، إنهاء الإفلات من العقاب. هذه المنظمة التي خرجت بهذا التقرير ورصدت بتفاصيل كثيرة ووثقت بشهادات وتقارير مصورة، لقطات وكذلك شهود، طبيعة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هذا الضابط والذي لا يزال حرا
طليقة. دعونا نشاهد. رائد عمر نزار. عمر نزار فخر الدين الجبوري، وهو آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع، والمقرب من قائد قوات الرد السريع اللواء ثامر الحسيني أبو تراب، والذي تربطه علاقات قوية مع منظمة بدر والجماعات الموالية لإيران. ظهر اسم الرائد عمر نزار لأول مرة في وسائل الإعلام عام 2017، عندما قام الصحفي علي أركادي بنشر صور ومقاطع مصورة التقطها أثناء مرافقته لقوات الرد السريع في الشرطة الاتحادية خلال عمليات التحرير، وأظهرت انتهاكات صادمة ارتكبتها القوات الحكومية. الكابتن عمر نزار مو شغله فقط اغتصاب وقتل، لا، سرقة. يعني عندي فيديوهات تثبت أنه كيف يروحون أن يسرقون المدنيين. يا أخي يزلجي ما أنت، والله العظيم عافية عافية والله. تظهر المقاطع التي قام بنشرها الصحفي علي أركادي قيام الرائد عمر نزار بممارسة انتهاكات ضد المدنيين الأبرياء، كان يجبرهم من خلال التعذيب على نطق البيعة. بايعته إيه. خليفتنا عافية إيه. أمير المؤمنين. ليقوم بقتلهم لاحقا بحجة انتمائهم لتنظيم داعش. كان يبتز زوجات المعتقلين من أجل ممارسة الجنس، في المقابل يعيد لها زوجها سالما. وفي نفس الليلة اعتقلوا رجل يدعى راشد الماني. كما علمت لاحقا أن النقيب عمر نزار من قوة المهام كان مهتما جدا بزوجته. تغريد ايش عادها بالاتحادية؟ كدش والله معد. وكان مساومة، يعني الكابتن النقيب عمر نزار كان يقول سوف أخرج لك زوجك إذا أتي اليوم أنام معك. وسمعت المحادثة بين بشار وكانوا بجانبي والنقيب عمر على أن راشد بريء، وبعد بضعة ليالي اغتصب الكابتن عمر نزار زوجة راشد. تغريد. لم يكن عمر نزار وحده من يقوم بالاغتصاب، بل كانت لديه مجموعة تتشارك بالاعتداءات فيما بينها. قوة المهام هم 15 جندي، 4 منهم اللي هم يديرون هذا المهام، 2 منهم يغتصبون الرجال والأطفال، والاثنين عمر وحيدر يغتصبون النساء. مشاهدينا الكرام، هذا كان جزءا من التقرير الذي أنتجته منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، والتقرير كانت فيه تفاصيل كثيرة، كانت فيه أمور حقيقة يصعب أن نعرضها، لكنها واقع حال موجود، منها عملية اغتصاب، منها طريقة محاولة الاغتصاب، وحديث بين عمر نزار وغيره من الضباط، بينه وبين الضباط آخرين وأفراد ضمن هذه القوات، بكيفية التعامل مع المرأة، مع زوجة أحد المعتقلين، وكيفية محاولة اغتصابها، وغيرها من هذه الطرق التي حقيقة قاسية، جارحة، مؤلمة جدا أن تشاهد من قبل العراقيين. لكن تم إنشاء على موقع تويتر حملة لمحاسبة هذا الضابط عمر نزار، محاكمته على ما اقترفت يداه هو وغيره طبعا من انتهكوا حقوق الإنسان وارتكبوا جرائم وانتهاكات ضد العراقيين في المحافظات المنكوبة، وحتى ليس فقط في المحافظات المنكوبة، بل حتى في المحافظات التي شهدت تظاهرات، مثل محافظة ذي قار، مدينة الناصرية، ومجزرة جسر الزيتون، الذي كان هو طرفا أساسا من أطرافها، من مرتكبي هذه المجزرة بجانب جميل الشمري. عمر نزار حدث الضجة وأحرجت السلطة، وهناك دعوات كثيرة خرجت لمحاكمته، فرضخت بصورة ما هذه الحكومة وجاءت بعمر نزار للتحقيق. خلص التحقيق ببيان وزارة الداخلية، هو طبعا لوزارة الداخلية، ببيان وزارة الداخلية إلى أن المقدم في قوات الرد السريع عمر نزار
بريء من جميع التهم الموجهة إليه في قضية الموصل. طيب طبعا هو تابع لوزارة الداخلية. المصادر في وزارة الداخلية قالت إن قضية واحدة بقيت بشأن عمر نزار في المحاكم متعلقة بقتل أحد الأشخاص في مدينة الناصرية. مشاهدينا الكرام، التقارير التي عرضت والتي كشفها علي أركادي الصحفي لمجلة دير شبيغل الألمانية، والتي كانت قد عرضت إبان العملية العسكرية ضد داعش وكشفت حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات الحكومية، هذه القوات الحكومية الرسمية وكذلك الميليشيات المرافقة لها بصوت وصورة. فما الذي تحتاجه المحاكم في العراق لكي تحكم على هذا الضابط المتهم بجرائم وانتهاكات ضد حقوق الإنسان وجرائم ترقى لجرائم حرب بأن تحاكمه على ما اقترفت يده؟ ما الذي تحتاجه المحاكم في العراق من إثباتات وأدلة لكي تحاسب من يتهمون بقتل العراقيين، سرقة المال العام، ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان وغيرها من هذه الانتهاكات؟ إذا كانت لا تعترف بكل الأدلة والإثباتات والشهود الذين أكدوا تورط هذا الضابط وغيره من المنتسبين في القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات في المحافظات المنكوبة، فما الذي إذن تحتاجه هذه المحاكم لكي تثبت التهم على هؤلاء المتهمين؟ نبدأ باستقبال اتصالات. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله مشاهديها. أهلا وسهلا يا أبو عمر. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة للجرائم اللي ارتكبوها سلطة الأحزاب من 2003 لحد الآن، هاي الجرائم أستاذ محمد كلنا العراقيين نعرف هاي الحكومات سلطة الأحزاب من 2003 لحد الآن هم القيادات اللي موجودين من ضمن هاي الدولة اللي جاي تحكمنا، كل هالمؤسسات اللي بيواصلون يعني بقد العراقيين من طائفين من 2003 لحد الآن كلها راجعة إلى منظمة بدر أو قيس الخزعلي أو مقتدى الصدر، كلهم هذول يشكلون مجاميع لقتلوا الشعب العراقي. القضاء العراقي أستاذ محمد احنا نعرف قضاء يعني من ضمن هاي الأحزاب ما يقدر، لأن القضاء هم أيضا يكونون مهددين من تجيلهم في القضية بأنه فلان جريمة صارت ويعرفون هو البريء الموجود. أستاذ محمد إذا كانت قضية مدنية وإذا كانت قضية مناطقنا اللي صارت الأنبار والمناطق اللي هسه صارت بها تظاهرات يعني بالأخير بالناصرية وكربلاء ونجف، كل هاي الأمور يعرفون القتلة هم منه، بس يجيبون ناس أبرياء مثل ما صارت قبل فترة شفنا على التلفزيون أخو شخص بأنه قاتل زوجته أصلا ما مسؤولة، فجابوا ناس واتهموهم بأنه هل الأشخاص قاتل، فجابوا شخص يمثل أنه قاتل، هو بريء ما قاتل أستاذ. فهاي الحكومة أستاذ دائما تغطي على القتلة اللي موجودين عندهم، وزارة الداخلية وبعض الوزارات اللي موجودة فيهم قادة ضباط وفيهم ناس اختصاص يعني هم بالقتل يعني. بس أنا بس عندي سؤال سؤال يا أبو عمر. المحاكم في العراق تقول بأنه إذا كنا نتحدث بقضية المقدم عمر نزار، تقول عدم كفاية الأدلة وهو بريء من التهم الموجهة إليه في قضية الموصل. قضية الموصل قضية موثق فيها صوت وصورة وشهود يؤكدون تورط هذا الضابط بعمليات قتل، اغتصاب وسرقة وغيرها من هذه الانتهاكات بصوت وصورة. إذا كان الصوت والصورة دليل غير كافي للمحاكم في العراق حتى تثبت الأحكام ضد المتهمين، شنو الدليل اللي يقنع المحاكم في العراق بالحكم بالعدل على من ارتكب انتهاكات أو جرائم؟ أستاذ محمد بالنسبة الدليل يعني للأسف القضاء العراقي يعني صار السلطة يعني ما له احترام أمام العالم كله. القضاء يعني القضاء أول ما يكون هو يعني منصف بأن كتابه اللي موجود أمامه وحلف أنه أن يحكم، وإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل.
هاي يعني الامور اللي للاسف يعني عرفوها مخافه الله والحلفان اللي حلفوه بانه الحلفان بين الجاني وبين البريء. فهاي الامور استاذ احنا بنشوفها كلها ناس يخافون كل القضاة العراقيين اللي موجود عندنا ويخافون يعني يعرفون الشخص اللي جاني ويعرفون البريء. فدائما يظن عدم ثبوت الادله وعدم يعني هاي الامور اللي هم القضاة يعطون رايهم هذه خوفا من من؟ خوفا من الاعلى من عنف السلطه يعني قاده الميليشيات. قلت لك استاذ محمد يعني هذا العامري احد من مراتب اللي قاعد قال القضاء ما يقدر يسوي شيء اذا مو بامرنا. يعني شلون تلقى قاضي من جماعه منتسبين من عنده يقدر يحاصره بانه هذا الشخص عندنا اثبت كاميرات او صور او الاهل يعني مثبتين على هذا الشخص كاتب او هذا الشخص مغتصب او اي الامور كانت. فمن نوصل اسمه للمحاكم للقضاء هم قبل ما يوصلون الخبر للقاضي بانه راح يجي فلان شخص للقضيه. فدرين باي اساليب يتبرى واذا ما تبرى ينكدر القاضي او يتهدد من عائلته ومن افراد طيب. اسرته وصارت عندنا يعني القضايا هوايه حتى القضاة نعم وصلت فكرتك يا ابو عمر. اشكر حضرتك للمشاركه ابو عمر من بغداد ويانا ابو احمد من العماره. تفضل يا ابو احمد. السلام عليكم استاذنا الله يعزك. حياكم الله وعليكم السلام. اشكرك انا اول شيء اشكرك لك واشكر كادر القناه كله ومدير القناه الله يسلمك واشكر كل انسان كل انسان يساعدني انا ابو احمد على موضوع عمليه الطفل هذا. يعني اريد الفزعه يكملون دولتهم الي يكملون فزعتهم ويخلوني اخذ اروح وانا منتظر منكم. اريد الله سبحانه وتعالى يحفظ كل انسان يشارك وكل انسان يعطي وكل انسان يساهم من خلال منبر قناه الرافدين. انا قدم جزيل الشكر كل انسان يساعدني يودي لي يخلصني من هالطفل هذا لانه قناه الرافدين اللي ساهمت باصواتنا للشعب. واريد من الله من كل انسان يسمعني اللهم ربي يحفظ كل انسان وكل عائله شريفه وكل انسان شريف يقدم المساعده لي لانه انا مضرور وتألمت ونوليت والله هذا الطفل. واسال الله سبحانه وتعالى يحفظ كل انسان كل انسان شريف عراقي يقدم المساعده لي لاجراء العمل الطفل يتم جولته لي ويكمل مساهمته ويكمل فزعته لي. وانا اشكركم جزيل الشكر. سيد ابو احمد من العماره شكرا جزيلا لحضرتك. حدث بالفعل انه هناك استجابه من عراقيين للسيد ابو احمد من العماره وقاموا بارسال دعم ومساعده له ويسعى هو او يدعو لمن يستطيع أن يساعد بمزيد لكي يعالج ابنه المريض. أشكرك يا أبو أحمد والشكر موصول طبعا لكل من ساهم بتخفيف المعاناة عن السيد أبو أحمد من العمارة. ويانا سعد من الكويت تفضل يا سعد. فقدنا الاتصال. مشاهدينا الكرام المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف عن قيام جهات حكومية بإعدام 7 معتقلين من سكان مناطق اليوسفية والمدائن وجرف الصخر مؤخرا. المعلومات التي وصلت إلى المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من ذوي المعتقلين تفيد أن جهاز مكافحة الإرهاب اقتحم قبل أيام سجن الناصرية المركزي المعروف باسم سجن الحوت وقام بالتعدي على المعتقلين بالضرب دون ذكر أي أسباب. وأضاف المركز أن مرض التدرن الرئوي متفشٍ بين معتقلي سجن الناصرية من جراء الإهمال الطبي والاكتظاظ في الزنازين. السؤال هو ما هي الصفة القانونية التي لدى جهاز مكافحة الإرهاب لكي تسمح له بأن يدخل إلى سجن أو معتقل ويقوم بالاعتداء على المعتقلين بالضرب دون وجود أي سبب؟ ما هي الصفة القانونية؟ حتى وإن وجد السبب هل يحق لأي جهة أن تدخل على معتقل على سجن أولا ثم بعد ذلك تعتدي على المعتقلين؟ ما دور المحاكم إذن؟ ما دور القضاء إذن؟ إذا كانت الحقوق وإذا كان الغضب يعبر عنه بهذه الطريقة البعيدة كل البعد عن القانون إذن ما دور العدالة في العراق؟ اليوم مشاهدينا الكرام الموضوع هو
إنهاء الإفلات من العقاب. الإفلات من العقاب مسلسل مستمر في العراق يعاني منه أبناء الشعب العراقي. اليوم من لديه الحصانة ومن لديه القدرة والعلاقات والارتباطات تستطيع هذه العلاقات والارتباطات أن تحميه من أي مساءلة قانونية، من أي ملاحقة قضائية. هناك نقطة أيضا مهمة أن تطرح في موضوعنا، وهي مشكلة القضاء الفاسد في العراق، القضاء الخاضع في العراق. كيف لهذه المؤسسة المتهمة بالفساد، المتهم قضاتها بأنهم مرتشون، فاسدون، متواطئون، ولائيون، خاضعون، خائفون، أن يحكموا بالعدل في قضايا تخص حياة المواطن العراقي، أمنه وغيرها؟ عندما يخرج واحد مثل هادي العامري زعيم إحدى الميليشيات ويقول بأنه القضاء خاضع، مسيس، يهدد، نضغط عليه، نروح نسوي كذا، ويحكم بما يرضينا نحن الأحزاب، إذن كيف لهذا القضاء أن يحكم على واحد مثل عمر نزار متهم بقضايا كثيرة بالصوت والصورة وموثقة بشهود العيان تؤكد تورطه بارتكاب انتهاكات وجرائم ترقى لجرائم الحرب، ومع هذا تبرئه المحاكم وتقول وزارة الداخلية بأنه هو بريء من كل التهم الموجهة إليه؟ إذن إذا كانت الصور والشهود والتسجيلات والتوثيقات لا تعتد بها المحاكم في العراق، إذن بماذا تصدق المحاكم لكي تحكم على المتهمين بهذه القضايا؟ إذا كان الحكم بهذه الطرق، فكيف يستطيع العراقيون أن يثقوا أن هناك فرصة لاسترداد الأموال المنهوبة، لمحاكمة كبار الفاسدين من السياسيين، لمحاكمة من قتلوا العراقيين وغيرها من هذه الانتهاكات؟ معنا اتصال. السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، أي عدالة؟ أي محاكم؟ نعم. تحكون عنها؟ أستاذ محمد، مو العراق بينت كل الأمور بي. المحاكم تدير الميليشيات والعصابات يا أستاذ محمد. الحكومة نفسها اللي نقول عليها حكومة هي تدير الميليشيات. أي عدالة هاي نحكي عنها أستاذ محمد؟ الله يخليك. والعراق انتهى يا أستاذ محمد. احنا من خلال هذا المنبر ما ناشد عمي، ماكو حكومة، ما ناشد الحكومة، ناشد الشعب يا أستاذ محمد. أرجع مرة ثانية وثالثة، يا شعب كافعات 19 سنة يعني شو تتوقع من هذول؟ شو تتوقعون بعد يا شعب؟ شو تيدون بعد؟ أكل شيء ما شوفونا تهجير، قتل، أشكال، سرقات. يا أستاذ محمد مو ذولا استمحل يا عمي. عمي إذا ما يثور الشعب والله ماكو فايدة. ها راح نظل نعيد الموال، كل ما تجينا سنة نظل نحكي وماكو فايدة. نعم. يا أستاذ محمد، نوجه سؤالنا للشعب العراقي، يا شعب عمي إذا ما تباعون على أنفسكم على الجيل القادم، جيلكم عمي بوق راح العراق صفروه يا أستاذ محمد. نعم. صفر العراق بعد ماكو. أبو عراق، أنا عندي سؤال لو سمحت. إذا كان المجرم يتم تبرئته لعدم كفاية الأدلة، رغم كل الأدلة اللي وضعت أمام المحاكم واللي انتشرت في مواقع التواصل واللي نشرتها صحف ومواقع ومنظمات عالمية معترف بها ولها رصانتها ووضعها، المحاكم عندنا في العراق بشنو حتوثق وبشنو حتصدق إذا واحد مثل قاسم مصلح الميليشياوي اللي لزموه في الأنبار اللي عليه كذا تهمة وبالأدلة والإثباتات طلع بريء لعدم كفاية الأدلة، وميليشيا حزب الله اللي كانت واقفة بصف بجانب منصات إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء لزموهم بالدليل والإثبات طلعوا لعدم كفاية الأدلة، واحد مثل عمر نزار لعدم كفاية الأدلة، وجميل الشمري يرقوه وينقلوه إلى مناصب ثانية وما حد يحاكمه. منو حيحاكم ذول المجرمين القتلة اللي سفكوا دماء العراقيين وهناك أدلة وإثباتات تؤكد ذلك؟ أستاذ محمد إذا سمحت لي. نعم. كم رئيس وزراء حكم وقال شكلنا لجان تحقيق؟ أنت سأل السؤال وأنا راح أجاوبه. تدري من يحاكمهم ذولي؟ نعم. الشعب. بس الشعب يحاكمهم.
اما انت تسرد رئيس وزراء ويقول شكلنا لجان تحقيق. اسالك بالله عليك كم لجنه التحقيق شكل؟ وين طلع احد من عندهم؟ طلع من المجرمين؟ طلع من الفاسدين؟ يا استاذ محمد المحاكمه اذا مو الشعب نفسه يحاكمهم هذول غسيلك من عندهم. والله لا يبقون لولا استاذ محمد هذول سرطان، الله ذبهم علينا سرطان. شكرا يا ابو عراق من الفلوجه، شكرا جزيلا لك. عبد الرزاق من بابل، سيد عبد الرزاق تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد من امن العقاب اساء الادب. نعم. هذا الشخص وامثاله اللي يتصرفون هاي التصرفات البذيئه والتصرفات غير اخلاقيه هذه بالدرجة الأساس نابعة من التربية، لأنه الإنسان ما تكون رتبته ما يكون مقصده يرجع ويعود إلما لتربيته. فإذا كانت التربية مالته تربية مستقيمة، تربية متعوب عليها، حتما من يكبر من يستلم منصب يبقى يباوع عائلته، يبقى يباوع اسمه، يبقى يباوع عشيرته. لكنه احنا عندنا مثل بالعربي يقولون ذيل، مع احترام للسامعين يقولون ذيل تشرب ما ينعدل. فهذا هو اعوج، هو بدايته اعوج. فهذا كل تصرفاته، كل سلوكياته، كل الممارسات مالته اللي هو يتصف بها ويتصرف بها هي تصرفات غير اخلاقيه. بس احنا ما نعتب على هذا، احنا نعتب على القضاء. القضاء اللي يحتمي الى المواطن المظلوم. لما القضاء يكون داعم وساند للقتله والمجرمين. اذا اما الواحد يتجه المن يلتجئ، يعني هي هنا المشكله استاذ محمد. هنا المشكله لما القضاء يكون مع المجرم، مع القاتل، وما ياخذ بحقوق المظلومين، فهنا طمت الكبرى. المفروض من القضاء يكون اكو قضاء عادل ياخذ بحقوق الناس، بالحقوق المطلوبه للناس الضعفاء. يعني هذا انسان ضعيف تسلط عليه انسان طاغي، انسان باغي، انسان يعني ما عنده اخلاق. فانت القضاء ما تكون يعني تتصرف. سيد عبد الرزاق سؤال لو سمحت، اليوم لما يطلع واحد مثل عمر نزار، طبعا عمر نزار هو مثال للافلات من العقاب، هو حاله من حالات كثيره، حتى الموضوع لا يكون هو عنه فقط، لان هو جزء من منظومه كبيره في العراق. لكن السؤال هو لما يخرج هذا الشخص هو وغيره من زعماء ميليشيات، من ضباط في الجيش او في الشرطه، متهمين بجرائم وانتهاكات ارتكبوها، يطلعون براءه، هذا ايش ممكن يسوي بعد ان يخرج وهو يعلم جيدا انه ماكو اليوم مؤسسه قضائيه حتحكم ضده، لانه هو عنده علاقات بفلان ضابط اللي هو مقرب من ميليشيا بدر، ولا عنده علاقه بفلان حزب، ولا ممكن يدعمه رئيس وزراء او وزير او نائب برلماني، وبالتالي القاضي يرتشي، يخضع، يتهدد ويحكم بالباطل. ذولا اللي يطلعون براءة وهم فاسدين وعليهم أدلة، إيش ممكن يرتكبون من جرائم وانتهاكات بعد أن تيقن وتأكد أنه ما كل حاسبه؟ أكيد يعني لما الشخص وأمثاله القضاء يوقف بجانبهم حتما راح يشجعون على الافعال الاخرى، افعال مشينه. وهذا هو هذا اللي احنا جايين نعاني من عنده يا استاذ محمد، هو حكم الميليشيات والحكم العصابات المختلفه، فهو هذا الاسلوب مالتهم. يعني احنا ما للاسف الشديد والله يعني حرامات القضاء العراقي
اللي إلى تاريخ تاريخ يعني الأبيض، التاريخ المشرف، يوصل لهالدرجة من الانحطاط ومن الانهيار. يعني هذا أنا أتألم صراحة من أشوف القضاء العراقي يوقف يعني مع المجرم، مع الإنسان السافك للدماء للأعراب. يعني أي إنسان شريف يتألم. يعني إحنا لما نشوف القضاء مالتنا، وعندنا بالعراق عندنا قضاة يعني يشار له بالبنان، قضاة محترمين، لكنهم ما يقدرون يتصرفون بوجود الميليشيات والعصابات. الأستاذ محمد طيب. فهو اليوم القوة والسطوة للميليشيات، هي نعم. الميليشيات هي اللي نعم. شكرا يا سيد عبد الرزاق من بابل، أشكرك وصلت الفكرة. مشاهدينا الكرام، لنذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث، فابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD، ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية. نستمر بحديثنا في موضوعنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم بشأن قضية الإفلات من العقاب، هذا المسلسل الذي دعمته ورسخته مبدأ أساسيا حكومة الاحتلال. لنستمع لحديث السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، ماذا يقول؟ حياك الله يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي العزيز؟ حياك الله، أهلا وسهلا. أخي العزيز، أنتم من تقولون قضاء قضاء، ماكو قضاء. نعم، لا تشكوا. ماكو قضاء، القضاة كلهم مرتشين، يعني رغم الراتب ماله ورغم راتبه يعني أقل قاضي راتبه 7 ملايين، بس عنده الرشوة مشت بدمه. وهو نعم. من طلع أدى يمين، من طلع أقسم بالله وبشرفي ومعتقد. زين نعم. هو هذا عنده شرف من يحلف ايش؟ نعم. يعني البريء صار مجرم والمجرم صار بريء. نعم. من تحكي وياه يقول لك والله هذا والله عدم كفاية الأدلة، الأدلة شو يجيبوا للنوب؟ نعم. شو يجيبوا للنوب؟ الأدلة. وقبل شوية حضرتك حكيت تقول واحد طب السجن الحوت يضرب بالمعتقلين. نعم. زين أنا اللي قاعد أحكي وياك، أنا بظلك صدام الله يرحمه حكمت بأمر صدام حسين. من طبيت للسجن ما حد قدر يحكي وياي من جميع المنتسبين مال دولة صدام حسين. أنا انحكمت ومحكوم ومحترم. نفسي والعالم احترمتي بالسجن. أبو عبد الله، أنا سؤالي اليوم، الحكومات اللي جت بعد 2003 رسخت مبدأ الإفلات من العقاب، يعني اليوم أنت تقدر، مو أنت حضرتك، نضرب مثال، اليوم يستطيع من هو خارج عن القانون، شاذ فكرياً، أنه إذا عنده دعم، إذا عنده حصانة أو عنده علاقات بميليشيات أو أحزاب أو ضباط أو غيرهم، أنه مثلاً يعتدي على جاره، يسرق مال عام، يسرق محل جيرانه، يعتدي على ممتلكات المواطنين، ما حد يقدر يتعرض له، ما حد يقدر يحكي وياه. وإذا اعتقلوه، إذا الدولة انحرجت واعتقلته، فهناك 100 طريقة وطريقة يطلع بيها براءة لعدم كفاية الأدلة. بظرف شهر يطلع بكثير. إذا توقف شهر. طيب، يطلع بظرف شهر. إذا يتوقف شهر. نعم. هاي صارت موجودة. وثلاث أموال دولة وشهر وطلع. نعم. إذا يطلع بشهر وبهذه الطريقة تتعامل الدولة وبهذه الطريقة تسير العدالة بالعراق، اليوم المواطن العراقي البسيط شلون يقدر يثق بهذه الحكومة وبهذا القضاء ويعتقد أنه إذا انظلم بيوم أكو قضاء يجيب له حقه؟ وين ممكن يصدق المواطن العراقي لما يشوف هذه الأحداث؟ ماكو، ما يصدق إلا المواطن العراقي. ما لها صحة هاي. وإذا صدق هذا المواطن العراقي، هذا المواطن العراقي يعني مع احترامات لكل مواطن عراقي وللأشراف، هذا ما براسه عقل، يعني هذا مو قضاء. هاي ناس عصابات، ناس تسند ناس. ما يدفع هذا الموضوع، ما يدفع هذا الموضوع المواطن العراقي إذا اليوم يريد يجيب حقه
يلجأ إلى الطرق اللي تتبعها هذه الأحزاب والميليشيات، يروح يتعرف له على ضابط، يروح يرشي أحد، يدفع فلوس في سبيل يحصل على حقه، ما راح يفكر بهذه الطريقة باعتبار أنه هو هذا النهج السائد في البلد؟ هذا بس الساقط يروح يلجأ لهيش ميليشيات. العراق الشريف، العراق الشريف لو إن كان حقه يظل ساكت يقول حسبي الله ونعم الوكيل. لأن اللي يلجأ لهيش نماذج قذرة، لهيش نماذج قذرة مثل عمر وغير عمر، عمر خلي باوع على نفسه، خلي باوع ماكو على نفسه، هو يلا يسوي هيش بالعالم. طيب سيد أبو عبد الله بن صلاح الدين، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. ويانا أبو مروى من كربلاء، تفضل يا أبو مروى حياك الله. الله يحييك أخي العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي باختصار عن كل همومنا، نعم، وكل الكوارث اللي شفناها، لكن أنا كمواطن والله أحترم القانون العراقي، أقدس القانون العراقي، أقسم بالله قانون العراقي كدولة عراقية، لكن خلي يفهم الجميع، خلي يفهم كل من ظلم هذا الشعب. لي يتصورون يجي يوم إلى ما لا نهاية هذا يفلت من العقاب. راح يجي يوم الشعب العراقي عاجلا أم آجلا، والله والله كل من سرق، كل من قتل، كل من هجر سنحاسبهم بقوانيننا الكريمة المحترمة إن شاء الله. وإن عجزت لا سمح الله قوانيننا سنلجأ إلى القوانين العالمية، قوانين الخارج الدولية، وفوق كل هاي القوانين هو قانون رب العالمين اللي العادل يقول وبشر القاتل ولو بعد حين. ما أقول لا أخي، وإن كان هاي فلت الزمن إن شاء الله نصبر. إحنا يا أبو مروى، أبو مروى إحنا دا نتكلم اليوم عن الإفلات من العقاب في العراق. نعم القوانين الإلهية موجودة ومفروضة على الجميع شئنا أم أبينا، لكن احنا نتكلم عن الأحكام اللي تسير بها حكومات الاحتلال. فقدنا الاتصال. نتكلم عن الأحكام اللي تسير عليها حكومات الاحتلال وطريقة إدارة الدولة وطريقة تسيير تسييس العدالة وقلب الباطل حق والحق باطل والتلاعب بالقوانين، هذا اللي نتكلم عنه احنا اليوم. نعم هناك قوانين إلهية كما قلنا مفروض على الجميع، وهذا الشيء من معتقداتنا ومن ديننا، لكن نتكلم عن العراق اليوم، عن القوانين الدنيوية، عن العدالة الموجودة تحققها، المفروض تحققها الحكومة اللي وعدت العراقيين، الحكومات اللي وعدت العراقيين بحياة مستقرة مستقلة آمنة، نظام ديمقراطي وعدالة اجتماعية وحقوق إنسان وحريات، هذه الوعود التي لم يجد منها المواطن العراقي أي شيء. خلال اليومين الماضيين كان هناك ذكرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ذكرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، العراق يقبع في المركز الثامن من الدول التي تغيب فيها العدالة الاجتماعية أو تغيب عنها العدالة الاجتماعية، في المركز الثامن على مستوى العالم، ثامن دولة بالترتيب على مستوى العالم من الدول التي تغيب عنها العدالة الاجتماعية. لعد إيش حققت هذه الحكومات والأحزاب؟ لعد هذا الكلام ما يأكد أن العراق بلد بلا قانون، بلا سيادة، بلا سياسة، بلا قرار، بلا استقرار، بلا استقلال، ما يأكد هذا الكلام؟ أبو لينا من الموصل تفضل. السلام عليكم أم لينا، تفضل يا أم لينا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي معتقل بسجن الناصرية. نعم. والحكم عليه مؤبد. رغم أن التعذيب ماله صار أنه شقلت الاغتصاب الطويل لهلك كذا وكذا، والحكم عليه 20 عام. نعم. بشقلت التعذيب. هسه إحنا عندنا ولد. الولد الرهلي بالصويل وجنسية، تعال إلا تتبرى من أبوك، يعني شلون تصير التبرية؟ لأن ابننا ما عنده شيء، شلون نتبرى عنه؟ إحنا هاي هي النقطة اللي نريدها، يعني من قناتكم أريدكم يعني بس تناشدون، يعني وأنا بالله وبيكم، بالله مسجون بري بري، والله الله بري، تبهدلنا
يتذنب الله بالمحاكم بالهذا اللي تصير ما تسمع. وابويا أملينا بس مره اخيره بس مره اخيره اسالك واريد تكررين الاجابه لانه يمكن ما فهمتها ما سمعتها. شلون بس لحظه شلون يا أملينا بس على كيف أملينا على كيف بس لحظه اسمعيني انا بدي اسال حضرتك شلون اخذوا الاعتراف من زوجك والتهمه الموجهه اليك اخوك من اخوك والتهمه الموجهه اليك التهمه الموجهه اليه انه ارهابي شلون اخذوا منه الاعتراف اخذوا الاعتراف منه بربيل لا شلون اخذوا منه بالتعذيب نعم. التعذيب بالتزريف ببطنه مزرف ببطنه تزريف كامل تزريف وتعذيب نعم ايه بس تزريف كامل واعترف على يعني انه شيء مو مسوي نعم والحكم مؤبد وهو هسه بسجن الحوت بالنافريه شنو الاثباتات اللي انحطت قدام المحكمه حتى تحكم على اخوك مخبر سري نعم واعترافه هو حكمه يعني على اعتراف ماله على الاعتراف انه اعترف بعد احنا ليش يا ام لينا اليوم بدنا نشوف ضباط ومنتسبين وميليشيات واحزاب يقتلون ويحرقون ويسرقون مثلهم مثل اي ارهابي والمحكمه تبرئهم لانه ادله ماكو رغم انه الناس مسجله مصوره موثقه اكو شهود ياكدون انه فلان الضابط الفلاني قاتل بس المحكمه تقول لا الادله مو كافيه المسح ميداني ماضي طلع يعني ما طلعوا على مدعي عام ولا كاتب تحقيقي ولا مسح ميداني على المنطقة ماله يعني حكم وقاضي حكم قيادي يعني حد مدعي عام يقول يا يما أنا ما وصلت يقول كاتب تحقيقي ما وصلت بس التزريف جرفوا ضدي وعلى التعذيب مالي قدموا القاضي حكمني أم لينا ماكو طريقة يعني ماكو طريقة عن طريق المحامي تثبتون أنه بوجود آثار على جسمه جراء التعذيب وأنه الاعترافات كانت بسبب التعذيب ما قدرتوا تسوون هاي الخطوة؟ يعني إحنا قدرنا سوينا وهذه بس المحامي أن المحامي مو شغلة أنه مضبوط المحامي بس يأخذ فلوس وما يسوي أي فعل يعني هسه على الكتل المحامي ينظر هم للشعب هذه هم ما نطلع حد المحامي ما ينظر لنا يعني كل شيء بتهمه شغله يعني كيديه والله العظيم كيديه والله العظيم ما عنده كل شيء يعني بس يريد يعادون محاكمهم بس إعادة المحاكم متى يطلع عليه مسح ميداني ماشي على المنطقه مالته يا ام لينا انا بس سالتك ما قدرتوا تثبتون ما قدرتوا تغيرون المحامي اذا هذا المحامي اللي انتم وكلتوه ضعيف واحد فاسد يريد بس فلوس ما قدرتوا تروحون على محامي ثاني والله ما عندنا احنا الإمكانية مالتنا ما عندنا فلوس. نعم. وعندنا والله ما عندنا تبهدلنا والله هو الوحيد لنا ما يشتري ما عندنا لا أخو ولا شيء بس هو الوحيد لنا. الله شاهد علي هذا. بس يريد عيدة محاكمهم. أنا أشد الحكومة أنا أشد الدولة أنا أشد كل من شريف على الجاح خلي بس عيدة محاكمهم. والله بس يريد عيدة محاكمهم ما أحد والله وبيكم. بس طلعوني يا اخويا بعد غيره خلي بس الناشد يعني الناشد قد ناشد الدول اللي المنطقه العراقيين ما عندهم رحمه نعم بس يعيدون المحاكم يطلعونا مسح ميداني طيب. هو هذا اللي نريده ام لينا ان شاء الله يا ربي صوتك يوصل واتمنى انا اشكرك طبعا واتمنى صوتك يوصل ل الهيئة العربية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان اللي ذكرت في تقرير قبل كم يوم أنه العراق حقق حكومة بغداد حققت تقدما في حقوق الإنسان في العراق أريد بس هذه الأصوات توصل إلى هذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان اللي تخرج بتقارير مسيسة باطلة هذا العراقي هذا المواطن العراقي أنت تسمع من الحكومة لو تسمع من المواطن تسمع من الملايين التي تعاني اليوم الحالة اللي طرحناها عمر نزار مثال
على الإفلات من العقاب، على طبيعة هذا النظام اللي لما تجيب للمحاكم وللحكومة وتعطي للرأي العام أدلة مصورة. وهذا طبعا موضوع عمر نزار من 2016، من 2016 لما أو 2017 لما تم كشف الأدلة المصورة عن طريق الصحفي علي أركادي اللي كان موجود مع عمر نزار وغيره، وثق مشاركتهم بالعمليات العسكرية وانتهاكاتهم اللي صارت بالصوت والصورة. المحاكم ما اعترفت به من ذلك الوقت، واليوم بعد ضغط شعبي ومطالبات عراقية بمحاكمة هذا الضابط الفاسد القاتل، أيضا طلع براءة، طلع براءة لأنه الأدلة غير كافية والإثباتات ما موجودة، وهو بريء من التهم الموجهة إليه بحسب وزارة الداخلية. إذا بالأدلة والإثباتات ويطلع بريء، لعد إش وقت يطلع متهم؟ إش تحتاج المحاكم في العراق حتى تطلع متهم؟ وكيف ستحكم هذه المحاكم على رؤوس الفساد في العراق اللي دمروا البلد؟ إذا هي ضابط ما تقدر تحكمها لأنه عنده علاقات وارتباطات، كيف إذن ستتحقق العدالة؟ الأحزاب اللي توعد العراقيين اليوم بحكومة ديمقراطية وطنية، شلون هاي الحكومة حتتشكل وعندك قضاء فاسد والصلاحيات الموجودة عند الأحزاب تخليها أقوى من أي دولة؟ مشاهدينا قبل الختام ننوه مرة أخرى إلى أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للبث بنظام HD اعتبارا من تاريخ 1/2/2022 هذا الشهر، وسيتوقف البث بنظام SD اعتبارا من تاريخ 28 من شباط فبراير هذا الشهر. لذا لمن يواجه مشكلة في مشاهدة شاشة قناة الرافدين بصورة كاملة يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة ثانية على نفس التردد الظاهر أمام حضراتكم 10727 أفقي على قمر نايلسات من أجل أن يشاهد الشاشة بصورة كاملة. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.